غيرك ما تسهر عيوني لغيرك وانت يحق لك ما لا يحق لغيرك. حرها غبر دوحد يبكي على واحد يبكي خبرت حاجة مسجون ما يبغي إفراجة يا طارق يا طارق ارفق على خوياي حاول انك تخششهم لا الفقرة لا تنكد خاطرهم وخاطرهم ضايق. هلا يا اخي حس حست بالصراحة جيت وجابك حبيبي جيت وجابك حبيبي وش جابك تعال يا حربي يا حرب الدول دول ما اعرف ما اعرف العصبية دي ليش ما تعرفها صدق ولا, ولا الحمية صدق ان شو اسمه الامور هذه ان الواحد يتجنب عنها عندنا ترى بالمدينة ما في عصبية عندنا بالمدينة ما احد يعرف قبيلته يعني ما في مرة ليش كلنا مع بعض كلنا وعيرة ما ادري وعيرة وينها وعيرة ف قريبة من المطار مرة اي طريقة مطار شعبية ولا شعبية مرة وحارة مرة شعبية مو مرة شعبية فيها مطران بس انها حارة يعني ينخاف منها بالمدينة ليه ها ليه ينخاف منها ما اسمع في قديمة شوي بدو مرة صح ما شوف انا ما رحت لكن اعرف سمعتها بس الله منديل فخم وش بعد هذا يا طويل العمر جيتها انا ايه تغديت عند واحد من مطياري مطاري ايه لانه بنزورنا واحد مستشفى الملك فهد عندكم الملك فهد ايوه مستشفى الملك فهد العام الكبير نعم ايه والله مسافه منديل مسافة من وعيرة لمستشفى الملك فهد. إيه. يعني كم تستغرق نص ساعة؟ من وعيرة الملك فهد؟ إيه. لا أقل ترى المدينة شفت أقصى مشوار فيها؟ إيه. 15 دقيقة. لا والله طولنا. لا يمكن طولت وكان في زحمة ولا شيء. لكن. كان المدينة جمعة. جمعة متى رحت له؟ زيارة مفتوحة الجمعة. متى رحت؟ الظهر. الظهر. إيه الظهر زحمة العالم كلها تشتري سمك. ليش سمك؟ ما أدري أنا أسألكم ليش الجمعة سمك؟ حتى انت هنا؟ والله اني كم مرة اقلط على واحد في الرياض هنا رحت اتغدى عندهم انهم يجيبون سمك. صح. ولا تغدوا السمك خلصوا وجت ايام الذكريات. ذكريات ايش؟ ايام الطفولة. في كل جمعة كذا. كل يتذكر ايام طفولته والجمعة. انت في المتوسط كنت رايح ضربات؟ ولا هادي؟ لا هادي. مرة؟ اي. بس من نصاني راح فيها. من نصاني يعني من جاني من جاني من نصاني ايه يعني ما بدا الا الحلوق على طول ايه لكن هذه لكن قبلها لا قبلها لا قبل تجي الهوشه انا اداركها دارك الوضع يعني تفهم انه ما يصلح الموضوع مو ما يصلح يعني انت فاهم فيها فهمت يعني ما انه وصلت للمضاربه اعرف نفسك انك بتصير تحت الطاوله ايش رايك قوي واخرتها سبرينج قال كذا
سبرنت. سبرنت ولا سبرنج؟ سبرنج ذا شيء جديد، أكلة أجنبية ذي. مكرونة اللي ما حاسس من جو. يا حلي المهند، يحب الضحك مهند، يحب الضحك وناسة. كله أحبه حتى الهواش. أنا داري تتلذذ فيه. يوم حلل لك أحمد التوم قال إنك إصلاح وما أدري، قلت لا مو جو. لا ذاك اليوم تحليله بوادي وأنا بوادي. وين؟ لا بالعكس والله، يا رسمتي اللي أنا رسمتها له يوم طلعنا من الفقرة إنها قالها صح. أزعزعي صح وأنتوا صح، لكن أنا يمكن رسمتي ما لها معنى أصلا. رسم لهم مثلث وسط دواير، إيش بيحلل منه؟ أنا سألني قال وش أكثر شيء يعني تحب ترسمه؟ قلت العين المغمضة. ليه؟ الرمش يعني زي كذا. ليش عين مغمضة؟ ما لي مفتح هذا لا ما أدري. طب أنت لو ضايقت قد أحسك إنسان ما شاء الله عليك يعني ما تضايق فترة طويلة. إيه ما ما ما, ما يدوم معي. ما يدوم معك صح؟ إيه زعل. مو زعل، الضيقة يعني. الضيقة. يعني ما قد مر يوم كذا قمت منفس ونمت منفس طول اليوم خلاص مالك خلق يعني؟ لا شوف، شفت اللي صار امس خروج فهد برايم وزي كذا شفته؟ ايه كل يوم اتضايق لا شك. صح والله اني من راجع اني ارقد، اني قسم بالله مالي نفس. جلست يمكن ساعه اتقلب اتذكر موقف. خلاص احنا اليوم جينا ايش؟ يوم جديد. خلاص امسح اللي وراء. انت ذكرت اللي وراء، تذكرت اليوم، بكره بتتذكر ذا. صدقني ما يجي اسبوع الا انت في هو اللي في الطائف. شو اسمه مستشفى ايش؟ شهار بس تروح له. ليه؟ خلاص مخك يقلب. صح، عشان كذا ايش؟ عيش يومك خيره وشره واحمد الله. قل الحمد لله. اي والله الحمد لله دائما على كل شيء. يوم اني اذكر اني بالمتوسط كنت وش اقول لك؟ شخصيتي ضعيفة. ليش؟ مرة ضعيفة يعني كنت أنظر بواجد، تعرف عنيد، شلون أقول لك؟ عنيد شخص خايف، شخص يعني تعرف ممكن أول بالمتوسط كانوا أو بالابتدائي كانوا يلجؤون أو بعض الناس يبكي إذا انضرب وإذا بكى يفكونه صح؟ ايه. أنا كنت ما أبكي، أعرف إني إذا بكيت هو بينتصر، بيضحك وبينجح خلاص. إيه ببعد بينتصر. كنت أقعد أطالع في عينه وهو يضربني، هو شلة ثلاثة ولا أربعة. والله كنت أجلس على كرسي الأستاذ، تعرف هذاك الكرسي شو يسموه، مو زي كراسينا القاسية، أن ذا اللي فيه ظهر كبير. إيه أبو مخدة. أجلس عليه إنه أربعة كل واحد يضرب تخ كفوف وذا. ما كنت أبكي إلا إذا مرة تعورت خلاص أبكي عشان يفكوني، كنت عنيد مرة. سبحان الله وخلص المتوسط على هذا الحال، أولى متوسط وثانية متوسط وثالثة متوسط. طيب ليش لجأت للشيء هذا؟ وش هو؟ كذا يعني ما لجأت. ها. ولا ما لجأت للشيء هذا. ما أنت أقدر. طيب إني إيش؟ إنك تمسك ثم هم أكثر مني. بعدين ما عندي ترى عيال عم وعيال خوال واجد، ما عندي. المهم وغير الله من حال إلى حال. فالثانوي جت إجازة اللي من بين المتوسط والثانوي، تعرف إجازة كبيرة. جت إجازة كبيرة ورحت اشتغلت وقتها، ما أدري فين كنت. المهم كانوا يتشمتون علي واجد. الثانوي انقلب، صار ما حد يأذيني، انا اللي اذيهم. ما اعرفهم مدرسه جديده. من مهند الى ثعلب. لا مو ثعلب، لا ثعلب، لا لا يعني مثلا نقول من قط لطيف او قط عنيد الوحش، مو مهند الى ثعلب. ايش رايح اخطط عليهم انا؟ لا ثعلب لا وحش. بعلمك. صرت كنت أنا أخ...